السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تصبحوا وتربحوا، صباح الخير والربح والتيسير والخير الكثير إن شاء الله، صباح التفاؤل وصباح الطاقة الإيجابية. شوفوا الجو غزال ما شاء الله. أنا هنا كنوض صباح كنجي لهاد البليصة هادي كما شفتوا، هادي لأن ما عنديش فين غنحطها، هاد لاباري ديال السبور اللي كندير بها شوية حركات هكا الصباح، ولا ما قدرش نتمشى أولا كان الجو كانت الشتا أولا شي حاجة. ولكن دابا الحمد لله هانتوما شوفوا الجو غزال، الشميشة وكل شيء صافي. كنجلس تما وكنبقى كنطل من السرجم وكنحط قرعة ديال الما ديالي، في نفس الوقت راني كنتريني. كنت غنمشي لاصال، خلاص راه غنمشي لاصال أولا غندير لامارش الصباح كالعادة. هنايا الويكاند ديما نحطو الفطير هكا يكون شي شويه متيول ضروري حريشه مليوي هكا رغيفات ولا شي حاجه هكا ديال الدار، قريشلات ولا شي حاجه ضروري، لانكم عارفين الاسبوع كامل الوليدات كيفطروا كل واحد بوحدو. هنا درت لهم واحد الحريشه كطلع غزاله، كنت ديجا شاركتها معكم في القناه، الا بغيتو تعرفوها غنخلي لكم الرابط ديال القناه. حريشه ديال القلب كنديرها بالسميده وبالشعير اللي هي الذرة، ماشي الذرة يا ربي سميتها البلبولة، كتجي غزالة رائعة. وبغيتو نديرو فيها الذرة كندير فيها الذرة ولكن كتجي شوية قاصحة. والأخرى عمرتها كالعادة بشوية ديال الخلية. هنا حطيت المرافقات زويتة بلدية، الفرماج، العسل، الكونفيتور اللي كيبغيو وليداتكم، راكم عارفين الأسبوع كامل كياكلوا داكشي مفرق، اللهم كنجمعوهم في الويكاند وندير لهم ميكلة ونجلسوا معاهم ونعطيهم وقيت. هنا غادي ندير لهم واحد الغديوة خفيفة خفيفة، غادي ندير غير واحد البيتزات بطريقه خفيفه. تما عندي الكفته وعندي البصله شحرتهم، غادي نشحرهم. غادي نزيد لهم تما كما شفتوا سبع بهارات، انا كنديرها ديما في الكفته، كناخذها من هنا نيت صافي. غادي ندير شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير، وهنايا التحميره بابريكا وشويه ديال الملحه صافي تقريبا. وغادي نشحر كل شيء، وهنا كتشوفوني كنزيد الملح بزاف، هذه راه ما ملحاش بزاف غير شويه. هنا صافي غادي نشحر كل شيء كما شفتوا. البصله راه قطعتها طرونش طوال، بغيتو تخليوها خضراء خليوها حتى من بعد عاد ديروها، بغيتو تقطعوها بحال اللي درت انا كتهبط شي شويه مع الكفته لان الكفته دغيا كطيب. تما كما شفتوا ضفت واحد شويه ديال الشرموله عندي فيها القزبر والمعدنوس وشويه ديال الثومه، ضروري ما عندكمش غتحكوا شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس صافي. من بعد ما تشحرات لي ديك الكفته هنايا شديت واحد الفلفله خضراء ودرتها غير في الجنب ديال المقله باش غير غادي تصهد ليا، ما غاديش نطيبها غير غادي تصهد شي شويه، وغادي نضيفها حتى هي مع ديك الكفته. هذا هو الخبز اللي غادي ندير، هذا سميتو البيطا، هذا ديال بحال وغزال، هو اصلا خبز ولكن شوفوا كي داير راه غليظ شي شويه. بغيتو تحلوه من الداخل كديروا فيه ساندويتش ولا كديروا فيه لحم ولا كفته ولا جارو، كيجيب الجارو هو بزاف ديال اللحم. انا هنا غادي نديرو كنخدموا ديما البيتزا، كندير غير لاصوص طوماط، هذيك لاصوص طوماط راكم شفتوها خديتها غير هكا واجده، كناخذها تقريبا مزيانه كتكون فيها بعض المرات الثومه بعض المرات داك الحباق بعض المرات البصله، مهم انا كناخذها كنستعملها هكا في فليبات في البيتزا اغلبيه لبات لا صافي. هنايا كما شفتوا دهنتها بديك لاصوص، بغيتو تزيدوا فوق منها شويه ديال الموطارد زيدوا، انا ما زدتوش نسيتو مع ان ولادي كيبغيوه الصراحه كيجي بنين صافي. تما ضفت هذيك الاضافه كامله ديك الخليط درتو كما شفتوا، الفلفله كتبقى خضراء، بغيتو تضيفوا حتى بصله، انا راه نورمالمون هكا كندير بصله وكندير فلفله خضراء وبصله خضراء وكلشي خضر، ولكن دابا كما شفتوا شحرتها دغيا. صافي غادي نزيد فوق منها شي شويه ديال الزعتر، نقيه خلاص من دوك العويدات اللي كيكونوا فيه، وغادي نضيف الزعتر، راكم عارفين الزعتر كيتواتى مع البيتزا، يا سلام كيجي غزال صافي. هنايا كما شفتوا غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه باودر، هذه كتجي في الطريفات في دوك الحواش ديال ديك الخبيزات كتجي رائعه رائعه زوينه. وهنا غادي نضيف خلاص الموتزاريلا والشيدر، هادو الفرماج اللي عندكم غادي ديروه، ماشي ضروري انا كنقول لكم هذا اللي عندكم غادي ديروا فرماج حمار، غادي ديروا حتى الفرماج ديال لي ساندويتش داك المربعات حتى هو ما كاين حتى شي اشكال صافي. هنايا غادي نكمل كما شفتوا، غادي يبان لكم الاخرى ما فيها والو، ايوا المهم راكم عارفين الخبر فراسكم بلا ما نقول لكم، كل واحد شنو كياكل كل واحد شنو كيتشرب. المهم انا هنايا داكشي علاش كنبغي نصور معكم كلشي باش تعرفوا، راه الوليدات راكم عارفين. هنا صافي ضفت واحد الاضافه شويه ديال واحد الخويطات ديال زيت العود صافي، وغادي نديرها في الفران.
هادو بقات لي هنا هادو جوج. هذا عندي هاد الخبز الطوس، الخبز ديال ديال سميتو الخبز ديال الطاكوس، وبقات لي هاد الوحيده غادي نكملها، وغادي ندير ديك الاخرى خبيز ديال الطاكوس بهذه الطريقه. انا غادي ناكله لان انا ما بغيتش ناكل هاد بيتزا بهذا النوع. غادي ناخذ هاد، غادي ناخذ هاد الخبز بهذه الطريقه. هنا غادي نضيف ديك شويه ديال لاصوص هذا الجيريان، غزال غزال الصراحه. المغرب محظوظين بزاف بليصوص وديك الشيء، هنا ما كيكونوش بزاف. انا راه كنجيبو معايا كونتيت من المغرب ودغيا كيساليو سبحان الله. صافي هنا كما شفتوا غادي نحاول حتى هي غادي نديرها، درت لها الفرماج والمسائل ديالها، وغادي نحاول نديرها في الفران. هنايا غادي نشد هاد الجوجات مقطعتهم طريفات رقاقين بحال اللي فخيت، وغادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزيت. وغادي نضيف هنايا الشاورما، غير الباودر ديال الشاورما بوحدها، ديروا خير الله باش كتجي عندها واحد المذاق غزال رائع الصراحه. واحد شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه. صافي هنايا غادي نبقى نخلط كما شفتوا، غادي نحاول نخلط باش يطيب كاع داك الدجاج، وغتبقاو تقلبوه تقلبوا ديك الدجاج، لان بعض المرات الا خلطتوا غير كلشي راه كيبقى وحدين لتحت ما طايبينش، ودغيا كيطيب غير الصدر. شوفوا البيتزا كي كتجي غزاله وزويونه، حسن ما تاوردروها لهم من برا، راكم عارفين كل ما جهدتي شي شويه ودرتي هادشي في الدار كما درتي له. انا شفتوا الخبز راه ما عجنته ما والو، بمعنى ما درتش لاباط ديال البيتزا، راه درت غير هاد لاباط اللي عندي، بمعنى اي حاجه غديروا غير خضيره شويه كفيته مع شويه ديال الطون والفرماج، وهما غادي ياكلوا احسن ماكله بالصراحه، احسن من انكم تاوردروا لهم على برا. راكم عارفين مرات تكون حاجه نقيه، مره ما عرفتش كيفاش كيديروا داك الشيء. مهم كناكلوا في يد الله وصافي، الله يسمح لينا. صافي انتما كي كتجي النظر ديالها بنينه وزويونه، والدراري راكم عارفين مع بيتزا العشق الاكبر. هذه هي ديك الخبيز اللي درت فيه ديك الطريف، شوفوا كتجي زوينه حتى هي مع الفرماج وديك الشيء كتجي زوينه. المهم هكا وجبات وصفات خفاف ظراف. هنا غادي العصير هذا بغيت نشارك معكم، كناخذو من ليدل ديال الرمان، راه غزال غزال والله الا فن، هو 100% دايرينو هذا 100% الرمان، غير خذوه. كناخذو يا اما من ليدل يا اما من كوسكو، الناس اللي هنايا كوسكو راكم عارفين العصير ديالو زوين. صافي هذه هي كانت الغديوه ديالنا. وغادي الطاكوس، الطاكوس انا ديجا درتو معكم، وهنا انا صورت ولكن للاسف ما عرفتش كيفاش دار مشى ليا هذا الشيء. صافي كما كندير داك لاصوص الجيريان في داك الخبز ديال الطاكوس، وكنقلي الفريت وكنديرها معاه، وكندير الدجاج ما كندير حتى شي اضافات وحدين اخرين. صافي وكندير شويه ديال الحار اللي بغى الحار، وكندخلو على الماكينه ديال البانيني. صافي داك الكغيات ديال البانيني صافي، وكيكون هذا هو تقريبا العشي الغديوه عفوا ديال الدراري، خفيفه ظريفه، ما بغاو لا يطيبوا ما بغاو يديروا حتى شي حاجه، لان انا عندي اليوم واحد الخريجه غادي نمشي عند صاحبتي، عرض عليا غير هكا عريضه عائليه وصافي. راكم عارفين الغربه وهذا الشيء خص ضروري نجمعوا. خديت هذه الجليبه هذه كنت جبتها من المغرب بهذه الخدمه ديال واحد السيده الله يجازيها بخير، الله يعمرها دار واحد السيده فاسيه ما شاء الله عليها. خديت من عندها جليبات رمضان ديال العام اللي فات، مازال ما خديت والو هذا العام، ولكن هادو راكم عارفين الا خصنا هي امتى نلبسوهم خصنا امتى نلبسو اللبسه ديالنا، كنمشي بهم للجامع الله يتقبل، ولكن في نفس الوقت كنحاول ما امكن ناخذ نغتنم الفرصه ونلبسهم بحال هكا خريجات. صافي درت داك الصويك، درت واحد تقشرات مع شويه ديال البرد. السلام عليكم البنات، كديرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا اليوم كما شفتوا ان شاء الله غادي نمشيو عند واحد الصديقه ديالي عرض عليا غير حدايا قريبه ليا ماشي بعيده، ايوا نمشيو ندوزو عشيه معاها. وحنا ضروري خصنا نخرجوا، خصنا نتعرفوا، خصنا نحيدوا داك ستريس وديك الغربه وداك الوقت. ما عرفتش كتسمعوني مزيان، كنت طالقه الهيت سخونيه كدير الفرفاره، ما عرفتش قلت لكم ضروري خص الانسان يخرج، خص الانسان ضروري خص الانسان يخرج، ضروري خص الانسان يحيد له ستريس ديال النهار ديال الغربه، ضروري تعرفوا على ناس. ماشي كنقول لكم راه كلشي في خايب ولا كلشي مزيان، الانسان كيختار الناس الطيبين والناس الخلوقين، والحمد لله الانسان اللي كيكون مزيان راه ربي كيعرضو مع الناس المزيانين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء اللي كاين. المهم هانتوما معايا حتى ان شاء الله
ما غاديش نصور لكم، نقدر نصور لكم شي لقطات وصافي لان غيش مع عائليه الصراحه، مع عائليه وصافي. هذا الشيء اللي كاين. يلا ندوزو ان شاء الله دابا ناخذو شي حويجه ما ندخلو في يدينا ضروري. غادي نمشي غير واحد لاباتيسري هنايا قريبه، انا ديجا كناخذ منهم ولكن نشوف شنو عندهم. يلا هانتوما معايا ان شاء الله نوصل ونقول لكم شنو كاين. هاتي انا وصلت هنايا، غادي ننزل ان شاء الله وهانتوما معايا. كما شفتوا هي هذه الباكري كدير حليوات، المهم نشوفوا شنو عندها. شحال عامر الصف، هادو كاطويا صغار تشيز كيك Thank you so much. Bye. وهنايا صافي انا كملت خديت داكشي اللي كتب الله وغادي نشد ان شاء الله الطريق. الشتاء الصراحه الشتاء، واخا كان الجو دافي ماشي سخون ماشي بارد. وصافي هنا وصلنا، شوفوا ما شاء الله درت لنا واحد الطبصيل ديال الرفيسه لان كلشي كيحمق على الرفيسه. تبارك الله عليها، الله يعطيها صحتها، داكشي غزال بنين والتاويل ما شاء الله. الديكوراسيون شوفوا داكشي تبارك الله، مغربيات الحادقات ما شاء الله، كل وحده كتبدع ما شاء الله في البيت ديالها. وهذا كان الطبق ديال الدسير، البنات هنا تبارك الله قشبنا وضحكنا. وضروري هذا الشيء كامل خص واحد الكويز ديال اتاي، واحد الصينيه ولا مولاتي ديال اتاي، وتابعينها حليوات بلديين، وهاد لي كاطو هادو، وما يخش شي من 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 تويشيات ديال راكم عارفين الطبيله ديال اتاي كي كتكون. والله يحفظ لها ميمتها، والله يشافيها لها ويعافيها لها، والله يكبر بها. وشكرا لها بزاف من هاد الفيديو، كنشكرها وكنشكر كاملين البنات اللي كانوا الصديقات اللي كانوا، الله يكبر بهم والله عليه يخطيهم. وهذه هي الجمعه المغربيه، وهادو هما العيالات المغربيات ما شاء الله عليهم. الانسان شوفوا ضروري ما يخلق اجواء، ضروري ما يكون الاصدقاء عنده. والحمد لله كما سبق وقلت لكم الانسان مزيان ما كيعرضو ربي غير الانسان المزيان في حاله. وشكرا بزاف، وما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير باش نزيدو ديما القدام، والله عليه يخطيكم وشكرا بزاف.